ومشاهدينا ينضم إلينا للتعليق والمزيد من التحليل الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. يعني كما تابعنا وكما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، حزمة شاملة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1000 جنيه، ما أهمية هذه الزيادات في هذا التوقيت دكتور أيمن؟ والله يا فندم هذه الزيادات بتعكس حرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواطن، على المواطن المصري البسيط اللي هو كل الشغل اللي بيتم حاليا سواء في البنية الأساسية أو في التنمية الاقتصادية بيتم من أجله. حرص سيادة الرئيس على المواطن وعلى تخفيف العبء على المواطن بالذات في هذه المرحلة اللي بيشهد فيها العالم كله أزمة اقتصادية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية. احنا شفنا انه موضوع الحرب الروسية الأوكرانية كان شيء غير متوقع وأدى الى موجة غلاء عالمي. يكفي مثلا انه الولايات المتحدة الأمريكية وصلت في يونيو 2022 الى معدل تضخم 9.1% وهو معدل لم تصل اليه من سنة 1982 من عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان. منطقة اليورو مثلا وصلت لنفس النسبة اللي هي 9.1%، ولكن في أغسطس 2022 الاقتصاد الألماني اللي هو أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا واللي هو يعني اقتصاد إنتاجي واللي هو كان طول عمرها من أيام ألمانيا الغربية كان البوندس بانك اللي هو البنك الاتحادي الألماني بيحرص على تلافي التضخم، وصل فيه التضخم إلى 8.8% وده ما وصلتلوش بين الخمسينيات. ده طبعا نتيجة لازدياد أسعار الوقود وازدياد أسعار الحبوب نتيجة لتوقف أو تعثر الإمدادات من روسيا وأوكرانيا. طيب إحنا عندنا في مصر مش بعاد عن ده، مش بعاد عن هذه المعاناة العالمية. سيادة الرئيس النهاردة بيقول لأ، إحنا بنحاول إن إحنا فعلا نرفع المعاناة ونخفف المعاناة عن المواطن العادي. والجميل في ده انه امكانية رفع المعاناة عن المواطن العادي وتقديم مثل هذا الدعم في هذا التوقيت لم يكن من الممكن ابدا تحقيقه بدون مسيرة الاصلاح الاقتصادي اللي مصر عملتها من 2014 لغاية النهاردة. ليه؟ لانه الإصلاح الاقتصادي كان بيهدف أولا إلى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، يعني مثلا الموازنة العامة للدولة العجز فيها أقل من أكثر من 13% من الناتج المحلي في سنة 2013 إلى النهاردة بنتكلم في 6.1% من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي. فائض الأولي ده اللي هو الدخل ناقص المنصرف دون النظر الى فوائد الديون. فالنهارده الفائض الاولي في موازنه 2023 يساوي 1.5% من الناتج المحلي. ده بدوره لم يكن من الممكن تحقيقه بدون حاجتين مهمين جدا. اولا استيداء حقوق الدوله في الضرائب. النهارده الدوله المصريه لا تتهاون في حقها من الضرائب لانه في النهايه العالم كله يعني فكرة التهرب الضريبي فيه وتعتبر يعني من الجرائم الشديدة كمان، لأنه في النهاية اللي بيتهرب من الضرائب ده هو بيستمتع بخدمات الدولة سواء خدمات مباشرة اللي بياخدها في الصحة والتعليم والطرق وخلافه أو صحيح. خدمات غير مباشرة زي الأمن وإنه عايش في أمن وأمان. يعني بالتأكيد هي جزء من مجموعة إجراءات كبيرة اتخذتها الدولة للوصول إلى يعني لهذا الدعم اللي بتقدمه النهاردة الدولة للمواطن. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.